الأمريكي عن قناعته بقرب قيام القوة الغربية بتكرار نفس الخطأ الذي ارتكبته في تدخلها العسكري عام 2011 في ليبيا، ما سيسهم في المزيد من الفوضى في البلاد. وستطرق التقرير الذي ترجمته وتابعته صحيفة المرصد إلى قيام هذه القوة قبل 5 سنوات بتوفير تدريب وسلاح لجماعات غير معروف ولائها، ودون معرفة حقيقة الجهات التي ذهبت إليها الأسلحة ومن تدرب عليها. التقرير أشار لما قرره مؤتمر فيينا بشأن ليبيا برفع جزئي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا لصالح حكومة الوفاق غير الدستورية. وأوضح التقرير عدم جدوى دعم الحرس الرئاسي ليكون نواة لجيش ليبي مستقبلي، كون العديد من عناصره من الميليشيات متورطة في ارتكاب انتهاكات عديدة وجرائم تصل حد إبادة جماعية للمدنيين. وأضاف موقع المونيتور الأمريكي أن أي محاولات يبذلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدمج الميليشيات في القوات المسلحة التابعة لها قد فشلت، لأن الليبيين يعتبرونها ميليشيات غير منضبطة ولا تخضع إلى الضبط والربط العسكري. التقرير أشار إلى مشكلة أخرى تعترض عملية دمج أفراد الميليشيات ضمن الحرس الرئاسي، وهي أن الأفراد ذاتهم يرفضون التخلي عن ولائهم لزعمائهم في مقابل الخضوع للمساءلة في مؤسسات عسكرية انضباطية. وتساءل التقرير، من هم خفر السواحل الذين يريدون الأوروبيون أن تقوم حكومة الوفاق بتدريبهم للتقليل من أعداد المهاجرين غير الشرعيين؟ مؤكدا إنهم نفس الميليشيات القديمة التي يحاول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إعادة تدويرها لإقناع القوى الغربية بأن هؤلاء خاضعين فعليا بشكل كامل لسلطة حكومة المجلس الرئاسي. فهل سيستمر الغرب في مواقفه المتناقضة بدعم الميليشيات والحديث عن حكومة وفاق دون اتفاق؟ أم أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت وستشكل صدمة كبيرة للغرب؟ نطرح التطورات المتسارعة التي